بخصوص الضربة الأمريكية، يعني نحن نتمنى من الإدارة الأمريكية أنه تستمر بالضربة، ما تكون هالضربة يعني على سبيل المثال أنه فركة دان للنظام. لو كان في مجال جدية في الموضوع كان ثمن صاروخ واحد من التوماهوك يعادل 100 صاروخ محمول على الكتف، كافي أن تحمل حظر الطيران عن نصف سوريا. ما بدنا بس يضرب مطار الشعيرات، مطارات كلها عم تشتغل بسوريا ولازم كلها تنضرب. بعدين القصر في عنده باللاذقية، جبال اللاذقية، كلها هاي المناطق أخي هي مراكز للشبيحة، مراكز للإيرانيين، مراكز لكل المحتل الموجود بالبلد. تيجي من الدول الإسلامية مش من اليهود عدونا، من الدول الإسلامية العربية الشقيقة اللي هي تقوم بالضربة مو أمريكا. وشجع أمريكا لأن الدول الإسلامية خاينين ما بيستحوش على شرفهم ولا عدمهم. أكيد بأيد هالشيء هذا وبطالب دول العالم كلها تتحرك. الظلم اللي ضاقه الشعب السوري ما حدا ضاقه، شوفوا شو صار بخير، شوفوهم الأطفال النساء الرجال، يعني شيء ما فوق الوصف. أتمنى من الجميع يتحرك. نعم، نحن مع الضربة الأمريكية للنظام الأسد وإيران. إحنا بنطلب إنه مش في شغلة 70 صاروخ أو 60 صاروخ ويوقفوا، نحن بنتمنى إنها تستمر لحتى نسقط النظام. الضربات وطالب المزيد من الضربات الأمريكية. شو السبب؟ نظام فاجر. نعم نؤيدها، وكمان نطالب بحظر جوي ومناطق أمنة للسوريين. الضرب الأمريكي لسوريا بالنسبة إلى هي إرضاء لإسرائيل درجة أولى، وإرضاء للشعب الأمريكي درجة ثانية. مثل ما بيقولوا الكلب ما بيعض ذنبه، هاي أول شغلة. ثاني شغلة، هل من المعقول أنه نحن بدنا نستنجد في العدو؟ يعني ما بتصبح. والله أتوقع أنه تقف الآن. لماذا؟ لأن يعني هذه الضربات ما هي إلا كذب على اللحى وضحك على اللحى. هل ممكن أن أنا آتي لأعاقبك وأخبرك قبل بوقت؟ هذا من المستحيل طبعا. يعني الغارات الأمريكية على سوريا ليس لمصلحة الشعب السوري فحسب، ولكن هناك غايات أمريكية معينة ممكن أن تكون تمهيد الطريق من أجل قدوم الجيش الأمريكي وإنشاء مصالح معينة ووضع أسطوله، بالإضافة إلى أساطيل الدول الأخرى في سوريا. هي ضدنا، كلياتها ضدنا، هاي كلها كذب بكذب. أمريكا هي يعني كلب ما بيعض ذنبه. بس هي كويسة بس، ولكن ما راح تستمر، وفي شيء عم يصير تحت الطاولة نحن ما بنعرفه، شغلة أكبر مننا، يعني أكبر من الشعب السوري كله. الضربة الأمريكية هلا حتى حسب العالم، هلا حتى حسب الأطفال، الله يصطفل فيهم.